السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش اخباركم البنات؟ لاباس بكم؟ بسمتكم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم البنات جيت لكم بالملح بيتزا ايطالية اللي اتمنى الاعجاب ديالكم. بيتزا ايطالية سهلة جدا وبطريقة مبسطة جدا، يعني ممكن اي واحد يديرها من هذا النهار ما تخطاكمش ان شاء الله. يعني بالنسبه للعشاء ديالكم، بالنسبه يعني اي بالنسبه دابا رمضان بلا سوق السحور ولا العشاء، يعني كتجي شي حاجه بسيطه وسهله وكتعجب الوليدات وكتعجب كل شيء. بالنسبه للتحضير ديال صلصه البيتزا، كنحتاج هاد الحبات ديال الطماطم، جوج فصوص ديال الثوم، البصل، الجزر، واي خضره تقدر تحتاجها. دابا كندوزو للمرحله الثانيه، فاش كنسلق الخضار، فاش كتسلق كنطحنوها وكنشحروها مع شويه ديال الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، وزيت كتهون لنا شويه ديال الفقاعات، كنعرفوا شي حاجه ديال الزيت البلدي. كندوزو المقادير ديال العجين ديالنا. كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض، جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، خميره الخبز، قبصه من الملح، وملعقه من السكر سنيده. تنقبطو الخليط ديالنا، تنديروه بون كنجمعو الخليط ديالنا بالعجانه ولا باي اله نتوما باش بغيتو تعجنو، جمعوه بيديكم ولا بالعجانه. سناخدو الكاس ديال الماء الدافي ديالنا، كنديرو فيه سكر سنيده وخميره الحلويات باش كيتفاعلوا هكايا وباش كيطلع العجين ديالنا افضل، يعني باش كيخمر دغيا وكيضاعف الحجم ديالو دغيا. يعني دابا فاش نعجنوه، فاش كنبان شنو كنديرو، كنهض بيان سور المرحله الاولى هي اننا كنخليو الخميره ديال الخبز والسكر والاول يتفاعل. صافي كنجمعوا الخليط ديالنا دابا بالعجانه، المهم كتحرك مزيان العجينه ديالنا حتى كتولي على هذا الشكل، كتولي لينه. معنا كنحطوها كنخليوها حتى كيضاعف الحجم ديالها، كنديروا بابا ليمونتير وكنحطوها على جنب حتى كيضاعف الحجم ديالها. هي العجينه ديالي وجدات، قسمتها انا على جوج، حتى ندير جوج بيتزا ندير واحد رقيقة واحد خليها شوية. ملي أنا دابا ندير بيتزا فخوي دماغ، نحتاج فيها كروفيت، كالامار، موتزاريلا، الجبن فخوماج غابي، الزعتر، وشوية ديال الشامبينيون. وأنا نبدا معاكم دابا. أولا نبدا العجين باش تنطلقها شوية، حيت دابا صافي ضاعف الحجم ديالها. ودابا نبدا نطلقها مزيان، المهم كنحاولو نطلقو من الداخل يعني بالاصابع ديالنا، وتنخرجها كبرى باش كتجي بحال مبسطة من الداخل. هادي غنديرها صغيرة شوية، باغية ماشي صغيرة راه كبيرة، غير غنديرها زعما عامرة شوية، ماشي السمك ديالها مايكونش متكونش رقيقة بزاف، حتى ندير وحدة رقيقة وحدة مرقيقاش. كنحتاجو فهاد المرحلة شتو كي كتعامل معنا بيتزا، لاحظتو انها كتكون القوام ديالها خفيف، كتكون مزيانه. فهاد المرحله كنحتاجو السميده، كنديرو في البلاطه ديالنا شويه ديال الزيت البلديه فاش كنبغيو نحطوها فيها، وكنديرو فوق منها السميده، وفاش نطلقوها مزيان تنديرو فيها السميده.
كما كتشوفوا كنبداو نديرو الصلصه ديالنا للبيتزا ديالنا. كنديرو الصلصه الوسط وكنبقاو نفرقوها يعني على الجوانب، وكنحاولوا ما نديروهاش في الجوانب الاخرى، يعني كنحاولوا نخليوها غير الوسط. بحال اللي قلت لكم هذه المرحله مهمه، ويا صلصه تبارك الله كتجي غزاله بحال اللي قلنا، كتجي رائعه يعني غير جربوها وما تدموش. بيان سو سينو ما كانش عندكم يعني الا كانت عندكم صلصه البيتزا جاهزه بيان سو ممكن تستعملوها، انا بيني وبينكم كنفضل ندير هاد الصلصه وحيني واخا ما تكونش عندي كنوض كنوجدها، يعني ضروري كنوجدها. قليل فاش كنديرها حيت ما كتعجبنيش الصلصه ديال برا، ما كتعجبنيش مرات كتجيني بحال هذا. بالنسبه لدابا كنبداو نديرو السبيتو، كنفرقو موتزاريلا، وهي موتزاريلا شي حاجه رئيسيه في بيتزا ايطاليان، يعني ضروري موتزاريلا في اي بيتزا، هي كتسهل لي كتعطيك ديك المذاق الرائع. نديرو دابا شامبينيون، نبقاو نفرقو على الجوانب. كالامار الحاجه اللي ما قلتش لكم، الا الكالامار خاصكم تسلقوه قبل ما ديروه في البيتزا حيت ما يطيبش لكم دغيا، فخاصو يتسلق شويه. نسلقها بحال هكا يا حتى كتحسوا بان تقدر تاكلي، بحال اللي كندير فاش كنبغي نديرو البريوات، يعني كندير له بحال داك الشكل فاش كنبغي نديرو البريوات ولا بغي نديرو هذا. زعما كنا نديرو بسطيله ديال فويد ميغ بسطيله في الدماغ. بالنسبه للكروفيت والكلام، بالنسبه للكروفيت ديالي درت له هذا، درت له واحد السبيله غير كزبر مهدوس، شويه ديال البلحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، وصافي شويه زيت البلديه بيان سور، وخلطت وهكا وصافي. هي ممكن تستغلو على هاد المساله على غير على كبريل ديالها، ما هي كتقدر تستغل عليها. بالنسبه للخباش حتى هو كتحطو الوسط كتبقى تفرقو هكايا باش كي باش ما كيجيش حتى هو خارج. دابا ندوزو للبيتزا الثانيه اللي هي ديال الرقيقه، هادي درتها رقيقه شويه، يعني حتى في الحجم تجي اكبر، هادي درتها رقيقه شويه. هادي نزيد فيها الفلفله حمراء والفلفله خضراء. البيتزا الاولى ما درتش فيها هذا، درت فيها غير فويد ميغ بوحديتهم، وهذا هادي نزيد فيها الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء. فاش كنتالي جميع المكونات وكنوجد البيتزا ديالنا، تندخلوها للفران على درجة الحرارة ديال 180 درجة، كنخليوها تكتب لينا كطيب حتى كتب لينا طابت مزيان، وكنخرجو وبالصحة والراحة. وكنتمناكم تجربوها وما تعكزوش عليها، راه ساهلة وبسيطة جدا.
ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك ومتابعة القناة، وشكرا.